السلام عليكم، مرحبا بجميع متتبعين قناة منال لايف ستايل. مرحبا بالناس الجداد اللي يلاه اكتشفوا القناة لأول مرة. ما تبخلوش عليا بلي لايك ديالكم وبالإعجاب جميع الفيديوهات اللي قبل إلى تفرجتوا فيها، وبالاشتراك في القناة باش دائما توصلوا بالجديد. كاينين عندنا هميزات زوينين اليوم إن شاء الله عند واحد جوج ديال السيدات. وحدة كتبيع بعض الاثاث حتى هي غادي تحول ان شاء الله، عندها بعض الاثاث وعندها بعض لوازم ديال الوليدات الصغار للبيع. وسيده اخرى عندها واحد البيبليوتيك وعندها واحد لا شومبرا كوشي كومبليت ديال الوليدات الصغار. بقاو معايا في لا فيديو حتى الاخير، كاينين هميزات زوينين والاثمنه مناسبه. وعلى بركه الله غادي نبداو بلي زارتيكل بوغ بيبي اللي عندنا ديال هاد السيده. كاين هذا ان طابي اللي كتحطو الونجي، طابي الونجي كتحطو عليه لو بيبي. هذا الثمن ديالو 100 درهم. السيده قالت بلي غدير لكم اثمنه مزيانه باش زعما هادشي يكون نون نيغوسيابل، حيت بزاف ديال الناس كيبقاو يتشطروا واصلا كيكون الثمن زوين. هذا 100 درهم. السيده كتواجد في الوفاق، غادي نخلي لكم الرقم ديالها يبان لكم على الشاشه، كاينه في الوفاق في تماره. هذا بالونسوار كيخدم بلي بيل بالحجر، الثمن ديالو 300 درهم، 6000 ريال. كاين هذا كرسي ديال البيبي حتى هو، هذا لطا ديالو شويه مكرفصه ولكن لا مارك مزيانه. المهم اللي بغى يقضي به، هذا الثمن ديالو 200 درهم، 4000 ريال. كيف عودتكم انني دائما كنوريكم ليطا ديال كل ارتيكل باش هكا كتكونوا مرتاحين وكتشريو وانتم مطمئنين. وعندنا هذا الماكسي كوزي ديال الطوموبيل، ها هو بداك لو سيبور ديال الطوموبيل ديالو. هذا الثمن ديالو 300 درهم، وليطا ديالو مزيانه، وفيه هنايا زعما فيه البونج على ود الظهير ديال البيبي. هذا 6000 ريال، 300 درهم. ونفس السيده عندها هاد الفران هذا ديال البيتزا، كتقول انه ما مستعملش بزاف، ليطا ديالو مازال مزيانه، كيطيب البيتزا، وقالت انه كيطيب حتى الحوت الدجاج. المهم فران كطلب فيه 100 درهم. وعندها جوج كاشات حتى هما الماركه ديالهم مزيانه، كطلب فيهم 150 درهم الوحده، 3000 ريال الوحده. كاينه هذه فيها الغوزو والسومو، وكاينه هذه فيها المارون، 3000 ريال الوحده. وعندها هاد الكوكوط اللي كبيره كطلب فيها حتى هي 3000 ريال. اي واحد بغى شي حاجه من هاد الشيء تواصل مع السيده مباشره على الرقم ديالها اللي كيظهر لكم في الشاشه ويجي عندها، هي راه كاينه في الوفاق. كتبيع هاد البيبليوتيك ديال الخشب اللي كبيره وكتصلح تجي فيها التلفازه الوسط، الثمن ديالها 1000 درهم. نقرب لكم باش تشوفوا اكثر. اي واحد بغى يشوف القياسات ديالها ما عليه غير يتواصل مع السيده، عندها المحل حدا المحل ديالي في الوفاق، يتواصل معها على الرقم اللي كيبان لكم في الشاشه. نقرب لكم باش تشوفوا لا كاليتي ديالها. وكاينه هاد لا شومبرا كوشي ديال الوليدات، المهم ديال واحد الماريو، ها هو محلول فيه ثلاثه ديال لي زيتاجير وبلاصه ديال التعلاق. غنسدو لكم باش يبان لكم اكثر، ها هو. وكاين
لو لي بلوس لو سومي ديالو، وهاد لو لي فيه لتحت واحد تيغوار كبير. هاهو ومعاه هاد البيغو. هذا السيده كتقول فيهم 2500 درهم. كيف قلت لكم اي واحد بغى شي حاجه يتواصل مباشره مع السيده، واللي كيعرف المحل ديالي في الوفاق راه السيده كاينه حدا المحل. وكاينه هاد الثلاجه هادي الفوق فيها الفريغو، فيه ثلاثه ديال المجوره باردون، لتحت كاين الفريغو فيه ثلاثه ديال المجوره، والفوق كاينه الثلاجه في الكري. كتقول السيده انها مازال اون بون نيطا، الثمن ديالها 2000 درهم. كاينين دي زارتيكل اخرين صغيورين عند السيده، اي واحد بغى يشوف شي حاجه ولا بغى ياخذ شي قياس ما عليه غير يتواصل معاها على الرقم اللي كيظهر لكم. ونمشيو لمدينة مارتيل، عندنا هاد جوج ديال ليزيطاجيغ ديال الإقامة كيف كتشوفو، وعندنا هاد جوج لي طوال اللي فيهم جوج متر ونص في كل واحد اللي كيتستعملو للماعن. هادو كاملين بلا زكاغ ديالهم، ها هما فيهم ثلاثة ديال زكاغ في كل وحدة. هادو كاملين الثمن ديالهم 500 درهم، مازالين جداد يلاه مركبين ومصايبين من العود المزيان. هادشي كاين في مدينة مارتيل. كيف عندنا هاد الفران عند نفس السيدة، الثمن ديالو 400 درهم، فران زوين وواسع بالطاوات ديالو جوج، مازال جديد، الثمن ديالو 400 درهم. وعندنا هاد المقلة، هادي المقلة العجيبة، راه كيتحيد لهداك الشيء اللي كيبان لكم، هداك فين كنطيبو البيض كيتحيد وكنقدروا نقليو فيها اي حاجه، الثمن ديالها 100 درهم. وهذه ديال البلاستيك الثمن ديالها 100 درهم. ودائما في الشمال مع سيده من مدينه تطوان اللي كتبيع هاد بيت النعاس كامل، فيه لولي يعني الناموسيه بالمضربه ديالها، بلو سوميي بلي دو طابل دو نوي، وهذا الماريو هذا حتى هو اللي كبير كيف كتقول. القياس ديال الناموسيه هو متر 40 على متر 90، كطلب فيهم 6000 درهم، معهم حتى الكوافوز اللي كيف كتشوفوا بالمرايه ديالو، ومعهم الكرسي كطلب فيهم 6000 درهم. الرقم ديال السيده كيظهر لكم في الشاشه، اي واحد بغى شي حاجه بغى هذا الماريو يتواصل مع السيدة مباشرة على الرقم ديالها. هاوما صور كتوضح لكم ليطا ديال كل حاجة. بيت النعاس كامل بالمطلة ديالو، المطلة لامارك ساليدوغ. اي واحد بغى شي حاجة يتواصل مباشرة مع السيدة اللي كتسكن في مدينة تطوان. صور كتوضح لكم اكثر واكثر. كتقول السيدة أن هاد البيت النعاس كامل مازال جديد وما مستعملش بزاف. ونفس السيدة من مدينة تطوان كتبيع هاد الطبلة هادي ديال الصالون، ومعها أربعة ديال لسندريي. كتقول أنها مصايبة على اليد عند النجار، الثمن ديالها 1500 درهم. ونفس السيده كتبيع هاد لولي هذا اللي كيطلع وكيهبط كيتادابتا، كتبيعو ب 500 درهم. ما تنساوش الاشتراك في القناه. السلام عليكم.